السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف ازاي نستخدم الليرات، او هنا بسميها ليفل. فاول حاجة اقول له انت عايز ارسم لاين، واحط مثلا على اللير ديت بتاعت الفاير بالشكل دوت. طيب هبدأ اعمل سيلكت عليه واقول له خلي اللون باي ليفل، يبقى على نفس اللير بتاعته. تمام. طيب هنلاقي هنا ده اللون ده الأحمر وده لون أحمر. طيب خلينا نقول له احنا عايزين لون تاني، وليكن مثلا اللون دوت. تمام. وأقول له باي ليفل وأبدأ أرسم بالشكل دوت. خلينا نقول له مثلا احنا عايزين نرسم اللون الأخضر. بالشكل دوت. فهو اي حاجه بترسم حسب الليارات بتاعتها او حسب الليفل بتاعتها. ممكن تيجي هنا وتقول له مانيش، فتطلع لك قائمه بتاعت الليارات او الليفلز، فكل واحده فيها الاسم بتاعها وفيها الكالر بتاعتها وفيها الستايل وفيها الويت وهل هي مستخدمه ولا لا. المستخدم بيبقى قدامه نقطه بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا وتقول له نيو وتسميها مثلا ايه دوت جريد. بالشكل دوت. ولو انت عايز تطلع فوق ممكن تقول له انا عايز اعمل رينيم وتخلي في اولها مثلا صفرين. حاسس ان عندك هنا نقاط كتيرة وانت عايز تظهر معاك في اول القايمة من فوق. ممكن تيجي هنا وتقول له سيت اكتف، هتخلي اللير دي هي الاكتف. اي حاجة ترسم تترسم على اللير ديت. ممكن تقول له كات او كوبي او تعمل ديليت او تدخل في الخصائص بتاعت اللير زي الاسم والديسكريبشن والفايل نيم وهكذا. ممكن برضو تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل ديسبلاي، فيبدأ يعرض لك الليرات اللي موجودة. ولو انت لقيت لير قدامها نجمة فتعرف ان اللير دي مستخدمة زي لير ديفولت وزي لير ال A وول وال A وول فاير. دول تم استخدامهم. ممكن تعمل سيلكت كده على الحاجات ديت وتغير مثلا خاصية الشفافية بتاعتها. تمام. أو تغير السمك بتاع اللير تخليها بشكل دوت بحيث انها تكون أوضح معاك.